فوجئتي طلع بره في بره الفندق. الكابتن محمود سعد قاعد على الارض كده هو، وكان جنبه طلعت منصور وانا. فانا بقول له فيه ايه؟ قال له الوزير عايز يقسم المكافاه بين الاهلي والزمالك لان الماتش ما كانش كويس. ده الكلام اللي اتقال قدامي. ايوه، ما ساعتها الدكتور عبد المنعم عماره كان اجتمع بينا احنا ونادي الاهلي قبل اللقاء، فاكر؟ جمعنا في اوتيل لوحدنا كلنا وقال لنا لازم الصوره تظهر بصوره كويسه ولمصر، والمباراه تطلع بصوره كويسه. الناس في مصر مش راضيه على الماتش لان الماتش مش كويس. فهو كان وعدنا قبل المباراه ان الكسبان هياخد مبلغ معين، بعد المباراه قسم المبلغ ما بين الزمالك والاهلي. بين الفايز عشان يراضي الفطره اللي يراضي الجمهورين كمان ساعتها اللي كان صعب في مصر. كان ساعتها الناس تتساءل هو فين تسليم الكاس وفين الميداليات؟ يعني الناس تتساءل تقول فين السوبر الافريقي تسليم يعني مثلا سنه 93 هتلاقوا تسليم الكاس، سنه مثلا 96 هتلاقوا تسليم الكاس. هنا التسليم الكاس او الميداليات ما اتقطع في التلفزيون المصري، فاكر يا اشرف؟ طبعا يا كابتن، وزعلنا جدا اهالينا حتى زعلوا، ما شفناش حتى الميداليات وده كله. فانا ما اعرفش السبب ايه، هل هو مخرج، هل دوله عايزه تعمل كده؟ ما اقدرش اقول لك السبب يا كابتن. لان طبعا التصوير كان من جوهانسبرج من المصدر، ففجاه الاحتفاليه تسليم الكاس او تسليم الميداليات ما ظهرتش، الارسال قطع في ذاك الوقت. ممكن يكون حاجزين وقت معين تجاوز الوقت ده وبالتالي تسليم الميداليات او تسليم الكاس ما ظهرش حتى الان. انت عارف الحاجات دي بتبقى ذكريات على فكره، طبعا يعني بتبقى ذكريات تاريخيه يعني. انا معاك، انت شفت ذكريات جميله لان انت سنتين كتير يا كابتن خالد، والله انت نجم كبير جدا حبيبي يا كابتن اشرف. والله مش مجامله والله. طب انا عايز بقى جيبوا لي الشوطه بتاعتي يا جماعه في ماتش السوبر دي. كابتن احمد شوبير، كابتن احمد شوبير طلع واحده من المقص وجي عند بتاعت كابتن ايمن منصور وسابها. طب ما كان ساب بتاعتنا، يا ريت والله كان زمان السوبر خالد دلوقتي. هو لو كابتن ايمن منصور اداني الكوره انا كنت انا دلوقتي. انت اللي بصيها لايمن منصور صح؟ طبعا. انت اللي قطعتها من نص الملعب واديتها له. الكابتن الجوهري كان يقول له ايه يا كابتن ايمن؟ يعني يقعد معايا يقول له شوت شوت شوت. الوحيد اللي شوطه شاطها دي الشوطه بتاعتي تقريبا. اسماعيل يوسف بيصلحها لي اهي. بص والله كابتن شوبير تألق بصوره غريبه في الكوره دي. عيدوها لي يا جماعه، ده راحه في المقص والله. لا عملنا انا وانت ماتش كويس جدا. كابتن اسماعيل بص بيصلحها لي، بشوطها راح مطلعها من المقص. هاتوا اهي 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 اهي. ده الهدف بقى ده اشرف. انت ده ايمانويل، هاتوا لي هدف اشرف، كابتن اشرف يوسف وهو بيقطع كرة. وطبعا دي ذكريات جميله جدا، عشان كده بقول لكم يا جماعه الماتشات دي تاريخيه. يعني الماتش ده بالظبط بالظبط من 30 سنه، بالظبط من 30 سنه. ادي الكرة دي طلعت منصور تقريبا، واسماعيل يوسف بيوقفها لك. كان بدنيا خلاص وقعنا بقى جوهانسبرج، والاكسجين اديتها ايمن، محدش ضغط على الكابتن ايمن لغايه ما شاط اتحطت في المقص، وكان هدف فوز الزمالك في جوهانسبرج في اول سوبر افريقي ما بين، كان الزمالك ساعتها بطل ابطال افريقيا للدوري، وكان الاهلي بطل ابطال افريقيا للكاس. المره دي بنعكس بقى، الزمالك بطل الكونفدراليه والاهلي بطل دوري الابطال.